عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي ومرحبا بيا عندكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد التحلية بودوار، شي حاجة زوينة وصدقوني غادي تعجبكم. خليكم مع المقادير. غادي نحتاجو لي بودوار، انا درت المول الكبير، نتوما الا درتو مول صغير غادي تحتاجو غير وحدة. انا درت المول الكبير، عندي هاد الكمية وغادي نزيد فيهم لاخرى. عندي جبن كيري، الا ما عندكمش جبن كيري تقدروا ديروا جبن كريمي، ديروا جبن ماسكاربون، اي جبن نتوما بغيتو. انا فضلت نبسط الامور، غادي ندير كيري 4 الحبات والفريز، وانا غادي نزيد نزوق بكيوي. كل واحد يدير داكشي اللي بغا، ديروا بعويد، ديروا مشماش، ديروا اللي بغيتو، ولا كريم شانتيي تقدروا تعوضوها لا كريم سائله. نقدر ندير هاد الكميه ونزيد واحد شويه على حسب، حيتاش عندي مول كبير. صافي هادشي اللي كنحتاجو، وسريعه وسهله، وكنتمنى تعجبكم. خليكم معايا شوفوا كيفاش غادي نخدم. اول حاجه غادي ناخذ هاد البسكوي، غادي نقطعو منه واحد شويه باش يلقاو لينا في المول، يبقاو شي يتحركوا. غادي نجيبهم نقطعو واحد شوي، وغادي نجيبو يكونو قد قد. المهم انا غادي نكمل هاد الكمية بحال هكا، نقطعهم كلهم باش يجيو يزقاو في المول بحال هكا، حيتاش الا كان باقي لهم هاد الباس ديالهم هكا دائري ما كيزقاوش دغيا، كيبقاو يتحركو. المهم انا غادي نكمل الكميه كلها، نقطعها بحال هكا غير شويه ماشي بزاف، تحيد لهم غير هاد الباس، وتا حاجه ما كطيح. هذا حتى هو غادي نستعملو نتلاقى. باش قطعتهم وجدتهم غادي ندير الفريز، غسلو مزيان. نحتاجو واحد 4 الحبات وزيد نقطعوهم قطع صغيرة باش نجيبو بيهم السيرو باش غادي نسقيو هاد البسكوي. المهم غادي تشوفو معايا في المراحل شنو غادي نديرو. هاجي غادي نقطعو الفريز مربعات، عرفتي هاد التحلية كل وحدة تشوفو ليها تحلية ولا كتجي زوينة، صدقوني شي حاجة زوينة. دابا الفريزة تخف وكتم المناسب، الانسان بغى يبدل من كيكة، جيبها في مناسبات كتجي زوينة، شي حاجة اللي راقية وزوينة. المهم انا غادي نقطع الفريز نكملو نتلاقى. بعد ما قطعت الفريز غادي نجيب واحد الإناء، نضيف ليه السكر سيدة واحد جوج معالق. دابا غادي نصاوبو نطلعو على كريم شانتي. جاني هاد البول صغير، غادي ندير واحد اخر. دابا غادي نصاوبو، غنجيبو كاس معامر ديال الحليب بارد، ضفنا كاس الحليب. دابا غادي ندير هاد الكريم، جات
عرفتي كتجي هاد الكريمه زوينه بنينه بنينه كتجي بنينه وكريميه. غير هاد الاضافه هادي ديال الكيري كتعطي واحد الطعم بنين. انا غادي نطلعها ونطلقا فاش طلعت دابا واحد شوي مازال ما كملش غادي نزيد ليها لاكريم حتى نجي المول كبير كما لا كان عندكم مول ماشي كبير ما تصيفوش ما تجيبوش كامله الكميه ما لازم نطلعهم مع جوج ونطلق بيتنا بيكون القوام ديالها كتجي عرفتي بنينة كتجي القوام ديالها زوين كريمي صافي انا غادي نوقف بركة شتو كي شادة وجدنا صحن قديم وصافي كلشي عندنا واجد اللي بغيت فيه القطاع الفريزر غنطلق الما ديالو لاكريم مشتا وبعد نصفي هاد لافريز غنصفي باش ناخد غير داك الما ديالو انا غادي نصفي نطلق كما كتشوفوا معايا انا صفيتو خليته يتسقط مزيان نكدفو ليه على سكر لا والو حيت درنا السكر مع الفريز صافي غادي نحطو جانبا صافي دابا غنبدا بسم الله غادي ناخدو بسكوي غادي ندوزو غادي نحطو الشهر اللي فيها السكر نحطوها لداخل نديرو القاحب واللون كتمشيو بهاد العملية ويدوزو من هاد السيرو نتوما لما بغيتوش دابا جيبو الماء والسكر ونكهوه بالفانيا ولا نكهوه بالفريز هذا صبقت لتحت باش يشد لينا الجوانب يبقاو فاش يشدو ما يبقاوش ما يغاديش يبغي يوقفو غادي يبقاو يطيحو المهم نتوما تكسرو الثلاثة اللي بانت لكم سمحوا لي ما كاينش كيفاش ندير لكم الكاميرا هكا باش تقراو المهم فاش غادي نسالي هاد المرحلة غادي نوريكم نتوما اللي كتلعبوا على القاع تكسرو كيما بغيتو البسكوي المهم يكون عندنا واحد السطح علاش نجيبو الكريمة هاد القطع اللي قطعنا بكينا يساعدونا نعمرو دوك الفراغات حتى نشوف نجيب الجوانب
غادي يبان لكم بحال هكا تقريبا. دابا غادي ندير دوك الاعمده في الفريج، غادي ندوزهم حتى هما من البسكويت، وغادي نوقف الجهه اللي فيها السكر، غادي نجيبوها برا من الخارج، نحاولوا نقاوبهم بعضياتهم. المهم خاص يكون عندكم الخاطر، اللي ما عندكمش الخاطر بلا ما تقولوا غادي نديروا الحلاوه ديال لاكريم ولا بحال هكا الكيكات، ما كيبغيش الخاطر مثلا تسوي الساع خاطر شو صافي بلا من دغيا يتعصب وصافي بنود. المهم انا غادي نكمل بحال هاد العمليه، غادي نكمل في الدائره كامله ونطلقها كما كتشوفوا معايا. انا كملتها حمرت الداخل ديالها، شتي ما عنديش ما عرفتش الكاميرا ما عنديش كيفاش ندير نقلبها. المهم ماشي مشكل انا غادي نصلحها. دابا غادي ندير الكريمه، بشوية تنطلقوها، هي كريمية دغيا غادي تساعدكم. دغيا كتوجد فيها لا بيض لا جيلاتين والو، هي خاصها تبعد مزيان. نصيبوهم بهاد الكريمة باش يوقفو ميبقاوش يتحركو بزاف. شوية ثم الكريمة غادي تقسمو على شحال بغيتو ديرو، جوج دقات ديال البسكوي ولا دقة. ان شاء الله غادي نخدم معاكم هاد البسكوي في الدار، كنطيبو في الدار كي صنع منزلي ان شاء الله. دابا غادي نضيفو الفريز نقطع نقطعنا قبيلة، انا كتعجبني هاد كيكه بدون فون كتعجبني بزاف، سريعه وشي حاجه زوينه منعشه وبارده كما كنقولوا كتبعد على القلب. صافي دابا نفس العمليه، غادي نعاودو ناخذ هذا البسكوي وغادي نجيبوه تما نفزقو شويه ماشي بزاف، ماشي بحال المرحله الاولى، غادي نفزقوها شويه ونجيبو ونتلاقاو. المهم تبقاو بحال هكا كتعمرو في فراغات بالبسكوي. فراغ عمرو متخلوش الفراغات، صافي دابا منين عمرناه
دابا غادي نضيفو الكريمه اللي متبقت ليا عندنا. عرفتي كتشهي كتشهي بزاف وكنتمنى منكم تجربوها، شي حاجه اللي زوينه الصراحه. دغيا دغيا كنت وجد شنو كطلبش منك وقت. ناخذ هذاك الفريز اللي بقى لينا اختياري، داكشي كيبقى كل واحدة شنو بغا. تدفي مع شي فواكه اخرى تضيفهم، انا فضلت نديرها غير بالفريز والكيوي. غادي نزوقو غا من الفوق يدي التزيين. صافي من بعد دابا دخلنا داك الفريز لداخل، صافي كيبقى لينا دابا فقط دخلو هاد التلاجة حتى تشد راسها مزيان، عاد نجيبو ليها التزيين. ما بغيتش تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش ماشي شي حاجه مهمه، اختياريه غير في الجوانب. شي بلاصه فيها الفراغ ضيفوها، كل واحد كيلعب على التزيين كيما بغا، ماشي ضروري اي واحد دار شي حاجه، كل واحد كيدير داكشي اللي بغا في التزيين على اختياره وذوقه. دابا غادي ناخدو الفريز والكيوي. غادي ندير الفريز نزيد درت 3 الفريزات وكيوي، نقطعو رقيق
زين كان متوفر ديما هو متوفر تقدروا تخليهم بحال هكا ماشي مهم المهم انا غادي نكمل التزيين ديالها ونشوفوها ان شاء الله.